بقيتش نقدر نوقف، ما عرفش راسيني بعدا باش مريض. ما عندي لا تغطية صحية، ما عندي تحاجة ديك الساعة، ما عارف والو. هادو مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، ما عندهمش إلا واحد الجمعية قالت لكم دابا 6 شهور عاد تجيك النوبة. أنا كنعاني من القصور الكلوي، والسبب ديالي أنني ديابيتيك. ما كنتش عارف راسي بأن راه عندي مشكل ديال القصور الكلوي. حتى واحد الصباح مقدرتش نوقف، صافي ما كنبقيتش نقدر نوقف، ما عرفتش راسي بعدا باش مريض. مشينا عند واحد الدكتور ديال الطب العام، ما فهم والو، حتى خرج ليا شي ميديكامون بحال هكايا. مشيت للفرماسيان خديت لي داك الميديكامون، ما داروا ليا حتى حاجه، عاد زاد عليا الحال بزاف. الغد داوني عند واحد طبيب اخر، هذاك الطبيب غير شافني قال لي هاد السيد هذا التخصص خصو يمشي عند الناس ديال الاختصاصيين في امراض الكلى. وجهني عند هاد الناس هادو اللي هما الدكتور الخشاني والدكتور توفيق اللي في مصحة الهناء بمدينة طنجة. مشيت لعندهم استقبلوني، قال لي خصك دير تحاليل. درت تحاليل، هذاك النهار نيت ملي جبت التحاليل حنت هما كتعطي النتيجة في البلاصة. داروا لي واحد لاباراي قال لي غتبدا في التصفية. انا ما عندي لا تغطية صحية، ما عندي حتى حاجة ديك الساعة، ما عارف والو. ميمكنش ليا غادي نكمل في مصحة. نصحوني الناس قال لك غتمشي للمستشفى عمومي. مشيت للمستشفى عمومي على اساس انني غنبدا ندير تصفية. قال لك انا ما عندناش تصفية، هذا مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، ما عندهمش. قال لك غتمشي للجمعية. مشيت كندور على ديك الجمعية اللي مشيت لها كيقول لك بلان، الا واحد الجمعية قالت لك من دابا 6 شهور عاد تجيك النوبة. واش انا هذاك التصفية فين غنديرها؟ الا كانت 6 شهور غنديرها في القبر. رجعت عند الناس هادو، هاد السيد هذا دكتور الخشاني والدكتور توفيق استقبلوني، كيدوزوا ليا هما من عندهم تصفية مجانا على بال ما قديت أمور. بداو الناس كيعاونوني، مرة الناس كيعاونوني حالات اللي ما كيكونش عندي فلوس كيعاونوني هما، لأن هاد الناس ما غنساش ليهم الخير ديالهم. لو كون ما هما هاد الدكتور الخشاني والدكتور توفيق كراني في عداد الأموات. ومن هاد المنبر هذا أنا كان نشكرهم والله يجازيهم، هاد الناس هادو مسؤولين على هاد المصحة ديال الهناء. انا ما كنقولش هادشي بان كنقول هادشي وانا، لانني انا اللي كنعاني، انا اللي عانيت في هذا المرض هذا. المعاناة ديالي دابا انا كنمشي كندير 3 المرات في السيمانة الى الابد حتى الفينار. حنت الى ما عندكش مثلا خاصك دير زرع الكيلي، زرع الكيلي انا ما استطعتناش باش نديرو زرع الكيلي، غتبقى هكا الا يكون شي حاجة شي معجزة. حاليا احنا هاد الناس هادو مساكن واقفين معانا، دايرين جهدهم ودايرين كتر من جهدهم. كيقولوا بان مثلا ما كاينش الاطباء، وما كاينش، كاينين الاطباء، كاينين ولاد الناس، واللي بغيت نقول لك كاينين ولاد الناس. والمثال على ذلك هاد الناس هادو، راه ماشي غير انا. هاد المعاملة راه اي واحد كيجي عنده كيتعاملوا معاه بحالكم، عنده كيتعاملوا معاه، ما عندوش كيتعاملوا معاه. هذه هي الميزه اللي مزيانه في هاد الناس هادو. ملي كتولي كتمشي حتى لمستشفى عمومي ما كيهضر معاك حتى واحد، وكتمشي لمصحه خاصه اللي عنده مسؤوليه وعنده كرا وعنده ضوء وعنده ممرضين وعنده بزاف د المشاكل وهكذاك، وكيوقف معاك بالمجانيه، فين كاين هادشي؟ الا عدد الناس هادو. انا هاد الناس هادو راه ما نساش ليهم الخير ديالهم، مت او لا بقيت حي. المستشفى ديال محمد الخامس البيطان مدينة طنجة حتى شي واحد ما استقبلني، قالك ما عندناش، ما كنديروش التصفية، سير موت سير شوف وين. ما يمكنش بعدا مع من تهضر، مع من غير تهضر كاين السيكوريتي كيتجاراو تما، ما عندكش مع من تهضر، ما اللي كتقوليش حاجة كيقولك ما كاينش.
الا واحد السيد ماشي تا ماشي مسؤول، واحد من دوك السكيورتي اللي تما، قال لك اودي، قال لك خاصك تمشي تسجل في جمعيه، حنا راه هنا راه ما كاينش. مشينا سيدي كنفتشو على الجمعيات كيما قلت لك في الاول، كاين الجمعيه اللي كتجبرها كومبلي، كاين هذا، الا واحد الجمعيه استقبلتني في الجهه ديال بلاصه طورو، قال لك اودي على 6 شهور عاد توصلك النوبه. وتخيلها معايا، انت مريض خاصك تصفي، خاصك دير، كيقول لك سير على 6 شهور، غتضطر باش تمشي للمصحه الخاصه. المصحه الخاصه تمشي ليها خاصك، منين يجوك فلوس ومنين انت ما عندكش هذا ولا هذا، هذوك الناس مساكن تستقبلونا واش غيدير؟ قال لك ما عندي من ديلك، غادي نسافتك، غادي تموت. استقبلني مسكين، بديت كندير الحصات عنده، وبعض المرات كان يتعاونوا معايا المحسنين، كنمشي كان نخلص ما عنديش كي هذا، وبقات هكاك الامور. حتى غير انا دابا كنجاوبك غير على حساب انت اش قلتي لي ودي، واش كيفاش هاد الناس كيت اللي راه كاينين الناس كيتعاملوا ومصحات خاصة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.